إخوتتي، تنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة، أمين يا رب. هذا الفيديو هذا بغيت نتكلم لكم على ديك الإنسانة اللي كل شيء شاف ديك الفيديو، ماشي إنسانة، هذيك حيوانة بشكل إنسان اللي مصورة فيديو، يعني جالسة في الحمام، تتبرز في الحمام وقاعدة حاشاكم تتصور فيديو. يعني شوفوا الحقارة والمستوى فين وصلت بالإنسان. الحيوان يتوالى عن أنظار الناس، ولكن هذه هي الواقع، هذه الروتين اليومي فين وصل بينا. أش من قيم وأش من صورة تتعكس هذه الإنسانة على البلاد ديالنا. نخليكم تشوفوا هذا الفيديو ونكملوا هضرتنا. باش يشوفوا من قتلات ديال اللي حبوا تاعهم. المهم غادي ندير ليه الفيديو لغرفة بحال كنحرك في الحرير. مرة كندير لك حلا حاشكم، حيت ديك النهار قالوا لي زعما شرحي لينا كيفاش كتكون الكك ديالك حاشاكم. قلت لهم انا غادي نشرح لكم. مرة تيكون نصها بحال دابا مثلا نصها نصها تيكون سوية ميل الصفور، يعني الباج نصها تيكون كحل، وبعض المرات تكون حمراء باش نعرفوا شنو كاين في المصاب. راه ماشي عيب زعما. المهم غادي نكتشف اليوم الكركة ديالي وغادي نتقاسم معكم ثاني الاكتشاف ديال كركاتي. تاع الله، واش عندك شي عرض اللي تحشمي عليه ولا لا؟ بقالنا غير الكركة ديالك نشوفوها واش حمراء ولا زرقاء ولا خضراء ولا باناشي. شوهتوا باليوتيوب، الله يشوه بيكم.